أقول لك بما أن كيف يمكن أن يوازن العسكر في السودان في العلاقات ما بين التقارب مع الروس؟ حسب معطى زميل محمد أبو سالم هنالك تصرفات عسكرية الآن داخل المكان الذي أتحدث فيه، وبالتالي أنا آسف. قوم تعال يا أخي، قوم تعال نعطيك تدرباتنا العسكرية. أنا على الهواء مباشرة. ما الذي يحصل معك سيد أحمد؟ سيد أحمدي، نحن نشاهد اليوم مباشرة معكم كيف تم اعتقال ضيفنا على الهواء مباشرة. السيد أحمد علي عبد القادر اعتقل من قبل قوات الأمنية في السودان فيها حول نشاهد معكم على الشاشة ما الذي جرى مع السيد أحمد وقطع اتصال. أحلل قضية محددة، أتحدث عن التدخل الروسي في السودان وتحليل طبيعي، فللأسف وجهوا لي أسئلة وتحقيقات، ما هي المعلومات التي تتبادلها والموقع تتبادله مع من وتعمل لصالح من، وكأنني خاين.